وسهلا فيكن ببرنامجنا والباقي عليك. معكن دكتور ويدا أبو حيدر، المعدة والمقدمة لهيدا البرنامج. بيهدف برنامجنا والباقي عليك لتسليط الضوء على أبرز المشاكل الاجتماعية اللي بيعاني منها المجتمع اللبناني عامة والمرأة اللبنانية خاصة، مع محاولتنا بآخر كل حلقة لتقديم عدد من الاقتراحات والتوصيات اللي من واجبها تعزيز حس الوعي والإدراك عند المشاهد تفادياً لوقوعه بأحدى المشاكل الاجتماعية المطروحة، أو على القليلة لتوعيته على كيفية تعاونه وتعامله مع مين عم يوقعوا بشباكة. المشكلة الأولى اللي رح نطرحها اليوم بالحلقة الأولى من والباقي عليك هي مشكلة للأسف عم بتزيد يوم بعد يوم، فما في عقاب حقيقي للجاني اللي فضلاً عن تباهي بعملته وهروبه أحياناً من عدالة المجتمع والقانون بيرفض اللجوء لأي من معالجات النفسية، معتبراً أنه إنسان ما بيشكي من أي مرض أو علة نفسية، معتبراً نفسه طبعاً أنه إنسان طبيعي. الاختصاب الجنسي هو موضوع حلقتنا لليوم، وهو مشكلة اجتماعية ومنا ظاهرة اجتماعية للأسف عم بتزيد يوم بعد يوم بمجتمعنا اللي عم يوقف ساكت، ظالم، غير مبالي، متجاهل أحياناً، وهو بيعرف تماماً أنه بهيدا الأسلوب عم بحول المشكلة لجريمة معدية، وعم بحول المغتصب لمكنة إنتاج مغتصبين أكثر شراسة وأكثر عدائية. لدراسة ومعالجة موضوعنا لليوم بصرني استضيف معي باستوديو المعالجة النفسية مارتين أبو زاد والأستاذ المحامي آلي رفول، كرمال حتى نضوي من الناحية النفسية والقانونية على مشكلة الاغتصاب الجنسي. مارتين أبو زاد، أهلا وسهلا فيك. حضرتك معالجة نفسية بسيكوتيرابوت أناليتيك، أكيد عندك إكسبيريانس طويلة بهذا المجال وخبرة أكيد عالية ومهمة. أهلا وسهلا فيك بحلقتنا اليوم. ماترو إلي، حضرتك محامي بالاستئناف ومثل ما قلت لي متعمق وضليع بالأمور البينال الجزائية، كمان أهلا وسهلا فيك بحلقتنا لليوم. رح أبدأ معك مارتين بأول سؤال وأسألك، شو الفرق بين التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي؟ اعتداء الجنسي هو وقت بيصير في اتصال جسدي مع شخص تاني بالترغيب أما بالترهيب تنوصل لأكت سكسويل أما هو الجماع، بوقت أنه التحرش الجنسي هو أكثر اتصال ما بيوديني لأكت دو بنتراسيون، ما بيودي لجماع، بس بيختص بكل الزون سكسويل يلي موجودة بالجسم، يعني المعتدي في دق بجسم الضحية بطريقة منا بلا موافقة الشخص الثاني، أما في يعرضه أنه يقشع أشياء هو منه ردي أنه يقشع، منه مؤهل هلأ أنه يقشع. من هيك في فرق، يعني عطول عم نحكي بالفيول يلي هي الاعتداء، عطول عم نحكي ببينتراسيون. واثنيناتهم أكيد خطيرين، اثنيناتهم عندهم نفس الإفية على الشخص الثاني يلي عم تلاقيهم. طبعا ماتر إلي، من الناحية القانونية هل بيختلف التعريف اللي عطته مارتين أو في بعض الإضافات أو هو ذاته التعريف؟ لا، بالنسبة للقانون اللبناني مع الأسف القانون اللبناني بس ذكر الاغتصاب، إنما الاعتداء الجنسي لم يأتي على ذكره مع الأسف. التحرش الجنسي لم يأتي على ذكره. الاغتصاب حدده القانون اللبناني بقانون العقوبات بالمادة 503، وحد تحديدا نص المادة بيقول الاغتصاب هو من أكره شخص بالعنف أو التهديد على الجماع، إنما التحرش الجنسي لم يأتي على ذكره أطلاقاً. طب شو السبب؟ السبب الصغرى بالقوانين اللبنانية الموجودة عنا، مع الأسف أنه معروف أنه القانون العقوبات اللبناني وضع بالعام 1943، وضع حين كان وقت المجتمع كان يتناسب مع القانون الذي وضع حينه، إنما مع تطور المجتمع القانون بقى بالتلاجة. تطور المجتمع القانون لم يتطور، مع الأسف بعدها عم نحارب ونجاهد لحتى يتم تعديل القانون
ويتم ذكر التحرش الجنسي ويتم طبعا. تجريمه ومساءلة المعتدي، لأنه هون في عنا فعل جرمي صار تحرش الجنسي، مثل ما قالت الدكتور أنه في تحرش والاغتصاب اثنيناتهم بيوصلوا لذات النتيجة، بس الفرق أنه ما صار هالأكت سكسيال، يعني البنتراسيون إذا بدنا نقول الولوج، هذا يعني مع الأسف من الناحية القانونية طبعا. ان نعم. شاء الله بالمستقبل يصير في عنا تعريف واضح للتحرش، لانه مثل ما سبق وقلنا اثنيناتهم عندهم افيه نيجاتيف يعني بالنهايه صحيح. على الضحيه. صحيح صحيح مزبوط. مارتين، شو هي ابرز التغييرات السلوكيه اللي معقول تظهر على طفل تعرض لاعتداء جنسي؟ ولا مره رح نلاقي نفس التغيرات من ولد للثاني، بس في اشياء كثير نحن فينا ننتبه لها، يعني فينا ننتبه انه ولد صار حزين، صار بفضل يبقى لوحده، ما عم بيقدر يعبر كثير، في اولاد ببطل فيهم يناموا منيح، في ناس في اولاد ببطل يقدروا ياكلوا منيح، بيصير في عندنا اضطراب بالتغذيه، في بنتائجهم المدرسيه فينا نلاقي انه في صعوبات، اكثر شيء هو الصمت اللي بيقعدوا فيه اللي بخلينا نشوف، بس ولا مره هود العوارض لوحدهم بخلوني اقول انه ولد تعرض لتحرش جنسي. يعني اكيد المشاهدين لازم يعرفوا انه مش اذا هلا ابنه شافوه ما عم يحكي، اما ثاقب ما خبرهم شو عم يصير، اما ما نام بالليل، يعني نحن عنا صار تعرض لتحرش. في اولاد بيصيروا بالقلب، يعني حكيت عن اولاد اللي عم ينزووا يلي بطلوا ياكلوا، في اولاد بيصيروا عدوانيه، بنشوفهم اكثر عم بيضربوا دغري بيعصبوا، صار عندهم انفعاليه اكثر. بقى كل واحد بيعيشها حسب عمره، حسب شو اصلا كان يعرف عن الموضوع، حسب اذا هو بنت اما صبي، حسب البيئة يلي عايش فيها كيف رح تحتضنه، كيف إذا بيسترجع يحكي أما ما يحكي. من هيك ما في حدا رح يعمل مثل التاني عوارض. طب مارتين، مين هو الإنسان المغتصب؟ شو صفاته النفسية؟ وهل يمكن ببعض الأوقات اعتباره ضحية أو مريض نفسي؟ أول ما بنحكي عن معتدي على طول بيجي براسنا أنه هو حدا شرير وبشع ومجوي. من هيك مع الولاد بالمدارس وقتها بنقول لهم كيف معقول يكون شكله المعتدي؟ كلهم بينقوا، اذا بنعطيهم صور بينقوا حدا، بينقوا زلمه ولحيته طالعه وشكله بشع وبيخوف، بوقت انه المعتدي هو شخص بيكون عايش معنا ما بنقدر نعرفه على يونيو. اكيد هو عنده مرض جنسي، اكيد هو بالشواذات الجنسيه بنسميهم بيرفيرسيون سيكسويال، بالاغلب هو بيكون شاب، وللأسف هو بيكون حدا قريب للعائلة، قريب للولد يلي عم يغتصبه. إذا عم نحكي عن اغتصاب على أولاد بيكون قريب كتير من الضحية، في يكون بي، جد، خال، جار، بس هو حدا قريب، وبالإجمال عم بيكون شباب مش بنات. يعني للأسف طالما عم بتقولي حضرتك أنه شخص قريب، يعني نحن إجمالاً أولادنا منخوفهم من الناس الغربة، الناس البعيدة، يعني هون لازم الأهل يهتموا وينتبهوا لأولادهم، يمكن من كل الأشخاص القريبة والبعيدة 100%. من هيك كان عم بيقول الأستاذ أنه عن ثغرات القانون، بس أنا بقول كمان في ثغرات بالتربية وبالتوعية اللي عند الأهل وعند الأولاد. طبعاً. يعني لأنه كل الأهل بيفكروا أنه إذا ما صار في تعرض جسدي وتأذت البنت بجسدها من وراء التعدي، بيعتبروا انه بطل في تعدي، ما بنحكي عنه، يعني حتى الاهل ما بيطلع براسهم يحكوا عن الموضوع لانه ما صار شيء. الور هي كافيه بسيشيك يمكن على الضحيه رح تكون مثل الاغتصاب، هي كافيه بسيشيك فيها تكون اكثر كمان، لانه كمان اجمالا التحرش بيكون متكرر، بوقت ان الاغتصاب يمكن يصير مره، التحرش فيكون متكرر وكل يوم وكل دقيقة، ما في رادع طالما عم يتكرر. مزبوط. يعني ما في شيء عم بخوفه للمجرم بالنهاية. 100%. ماتر إلي، شو هي أبرز القوانين اللبنانية اللي بتعاقب المعتدي؟ وهل تعتبر هيدي القوانين كافية وعادلة؟ مثل ما سبق وقلنا أنه القانون اللي بعاقب هو قانون العقوبات اللي وضع بالعام 1943 ولم يتطور مع الأسف لتاريخه. عادلة وكافية؟ أكيد لا، منا عادلة، لأنه بس بتحكي عن الاغتصاب الجنسي فقط، الاغتصاب الجنسي للغير. طب عنا الاغتصاب الجنسي للزوجة، وين رحنا فيها؟ ما هيدا عنصر أساسي ومهم. أكيد. وعم نتناضل، يعني هو السبب الأساسي لنضال المرأة، أنه بليز شيلونا هالمادة، الغولنا المادة 503 اللي بتقول أنه الاغتصاب الجنسي للزوجة.
يعني يمكن بفوتوا بال 503 يمكن بيصيروا يحكوها كقصص ان جنرال، يمكن بيحكوها للعنف ضد المرأة، بيدخلوها بطريقة العنف نعم. مش الاغتصاب نعم الزوجي. مع الأسف، مع الأسف. مشان هيك القانون عندنا بلبنان، القانون اللبناني وقانون العقوبات بالذات، منه عادل ومنه كافي لحماية المرأة وخصوصا المرأة المتزوجة. للأسف. مع الأسف، مع الأسف. والمرأة الغير متزوجة التحرش الجنسي غير معاقب عليه كمان، كمان سواء كان لفظا او لمسا. هلا في عنا التحرش عبر الانترنت، هذا من اخطر الامور كمان. طب بدي اسالك سؤال، اذا كان المعتدي قاصر نعم. هل يتم تحويله لاصلاحيه لاعاده تاهيله او لا يتم محاكمته مثله مثل اي مجرم اخر؟ هلا من هذه الناحيه بدنا نميز بشغلتين، من ناحيه العقوبه ومن ناحيه تنفيذ العقوبه. اذا كان المعتدي، المعتدي يعني تفضلت وحضرتك قلت، اذا كان المعتدي قاصر من ناحيه العقوبه، القاصر بياخذ العقوبه مثله مثل الراشد. انما من ناحيه تنفيذ العقوبه، من ناحيه تنفيذ العقوبه كونه قاصر يتم سوقه الى الاصلاحيه مش الى السجن مثله مثل الراشد. يعني لإعادة تأهيله 100% يمكن لمنعه أو ردعه عن 100% إعادة تأهيله وإعادة انخراطه بالمجتمع عن جديد. طبعا بتكون إفكاس يعني إعادة التأهيل في ببعض الأحيان، ببعض الأحيان. مارتين بدي أسألك، شو هي العوامل اللي بتسبب إنه المعتدي يقوم بعملية اغتصاب؟ هلا سبق أو ذكرنا أنه في صفات بالشخص المغتصب، صفاته النفسية، هل في عوامل من المجتمع أو في عوامل للأسف يعني بدنا نقولها من الطفل بتجعل الإنسان المغتصب ينقيه دون سواه؟ لا آمنا بالضرورة إجمالا، مننقي أكثر ناس نعرف انه ما بيعرفوا شيء عن الحياه الجنسيه، يعني من نقي الضحيه اللي بنقيها المعتدي بيبقى مؤكد انها ضعيفه، ما عندها معلومات، بتخاف منه، اجمالا بيبقى هن عندهم سلطه عليه، يعني على طول المعتدي بنقي ضحيه عارف حاله انه انا اذا خوفتها ما رح تحكي. من هيك اول شيء بالترغيب اما بالترهيب، لانه مش على طول منا بقوة السلاح على طول بتصير، يعني في رغب الولد انه انا بدي اعمل معك هيدا الشيء، يمكن يرغبه بكادو بعدين عم يعطيه، اما يقول له انه انا كثير بحبك وبحب اهلك واذا انت رحت خبرت ما رح يصدقوني، ما رح يصدقوك، رح يصدقوني لان انا الكبير، ورح بيكون لاقطه على اشياء صغيره. هلا انا بالنسبه لإلي للقاصر يلي عم بيعتدي ما ضروري يكون عنده شواذات جنسيه، بس اكيد عنده اضطرابات بمحل من المحلات، يعني يا هو يا عم بيتعاطى مخدرات، يا عم بيشرب كثير كحول، يا اما هو حدا اكتشف الحياه الجنسيه بالطريقه الغلط وقرر يكتشفها يمارسها مع حدا، يعني يا باساج الاكت مع حدا بنقي ضحيه اصغر منه تيمارس عليه. نحن تنقول انه في شواذات جنسيه بده يكون في تكرار للعمليه، وبين المراهقين بنشوف انه ايام فيصير في تحرش مره واحده بالشخص الثاني لانه عبالهم يوصلوا للديكوفيرت، بقى قاعدين بمجتمع كثير منغلق وما عندهم انفتاح، ما بيعرفوا ما بيقدروا يكتشفوا الحياه بطريقه افضل او ما بيقدروا يجيبوا المعلومات بطريقه افضل، بيروحوا على الاكت. بس المشكله انه فينا نبلش هون وننجرف كثير بعدين بمحلات غلط. تعقيبا على اللي بتقوله المدام، يمكن يكون القاصر تم التحرش به جنسيا لحتى هو بدوره كمان يكون عم بيتحرش بشخص آخر 100%. ومنلاقيها كتير، يعني اجمالا وقتها بيجي لعند شخص تعرض لتحرش جنسي، وهلا بالمدارس صاروا واعيين اكثر، يعني الاولاد هن بفوتوا بيحكوا، وقتها بنرجع بنلاحق الامور وبنشوف شو اصل المعتدي، بنشوف انه هو كمان كان ضحيه بنهار من الايامات، فيها كتير تصير هيدي 100%. بس اللي قلتيه عن الطفل، يمكن هون كمان للاهل عندهم دور، يعني اذا بيربوا ابنهم على يصير عنده ان بيرسوناليتي بيان ستركتوري رح يقدر يميز الشخص الصح من الشخص الغلط ورح يعرف يدافع عن حاله. قبل البيرسوناليتي بيان ستركتوري اذا ربيناه انه يكون عنده الحريه والحق انه يحكي عن يلي زعجه رح يسترجع يحكي اسرع، يعني ولد ما بيسترجع يغلط قدام اهله ما رح يسترجع يقول انه تعرض لاعتداء، اما لتحرش جنسي هو ما بيعرف شو الاسم، خاصه اذا الولد حس بلذه بمحل من المحلات مظبوط اجمالا ما بيسترجعوا يقولوا.
مزبوط. نحن سوري نحن عندنا مشكلة بالمجتمع انه العالم بتخاف تروح تخبر شو صار، يعني ما العطر على الولد اذا صار تم الاعتداء عليه ما يحكي، طالما الاهل الكبير ما عم يسترجي يروح يخاف يحكي صار صح. المجرم بريء صح، وصارت الضحية بنظر المجتمع مجرم صح، مجرم مع الاسف. وفي ابشع من انه يخاف يحكي انه يحكي وما يصدقوه او يخوفوه يحكي كمان وقتا بيحكي وما بيصدقوه الولد بيتعب، بيصير يشوف حاله انه ما بقى في لزوم احكي، كانه عم بخلي هالشخص اللي عم بيعتدي علي يعتدي على طول. واجمالا الاهل بيفوتوا بنوع من الدنيا، يعني رفض للواقع يلي عم بيصير، بيصيروا يلاقوا حيلا حجه يقولوا لك لا مش معقول يكون حدا عم اعتدي عليه، خاصه اذا شخص قريب مثل ما قلت باول خاصه حلقة. اذا اخوه بين بعضهم صح. ماتر قليل، القضاء هل هو سريع ببطل المسائل القانونيه المتعلقه بالاغتصاب او في مماطله وتاخير؟ لا، بهذا المجال القضاء مشكور على الجهود اللي عم بيقوم فيها. نعم في خطوات سريعة، وخصوصا إذا كان التحرش عم بيتم بقاصر أو بطفل، هون دغري قاضي الأحداث بيتحرك وبيعين مساعد اجتماعي وطبيب شرعي للكشف على الحالة، وبياخد كل الظروف والأسباب لحماية هذا القاصر، حماية هذا القاصر، وكمان بيستعين بمؤازرة القوى الأمنية إذا وصل إلى حد أنه يستعين فيها لضبط هذه الأمور. طب في سؤال بيطرح نفسه، جمعيات المجتمع المدني هل عندها دور لحماية المعتدى عليه؟ يعني مثلا مثل توكيل محامي، مساعدة مادية إلى آخره، شو دوره عم بيكون بهذا الدومين؟ الجمعيات المدنية كمان مشكورة، انما ما فيها تحل محل الدوله، يعني كمان ما هي مقيده، يعني ما بتقدر تامن له الحمايه الامنيه مثل الضابطه العدليه، هي موجوده بيد الدوله، يعني القضاء اللي بيلجا للقضاء، القضاء بامن هذه الحمايه. انما الجمعيات وين بيكمل، وين بيصير دورها؟ انه تعلم الجهة القضائية، ساعتها هون بيتحرك القضاء، هون تتدخل الجمعيات بتساند هذا القاصر أو هذه الضحية من ناحية تقديم له مساعدة عبر توكيل له محامي بالتعاون مع نقابة المحامين عبر المعونة القضائية إلى ما هنالك، حتى يمكن وجودها بيكون نفسه مع الضحية بحس في حدا معه، بتضل هي على تواصل مستمر، مجرد ما هو لجأ لإلها الضحية لجأت للجمعية، الجمعية أكيد ما بتوقف ساكتة بهذا الموضوع. أكيد أبنى. مارتين، شو هي أبرز التغييرات السلوكية أو إذا بدنا نقول نتيجة الاعتداء على المستوى النفسي والجسدي عند الطفل؟ وفي هون حبيت أسألك، في مثل شيء معترف عليه أنه الطفل أو المراهق اللي بيتعرض لاعتداء أو لاغتصاب مثل أنه بيحرموه يتجوز أو أنه يجيب عائلة، بيقولوا أنه أكيد ما رح ينجح، ولهيك قلت سبق وقلت أنه بيعملوه هو المجرم، بيحرموه من قصص يمكن المجرم الحقيقي ما بينحرم منا. فشو رأيك بهذا الموضوع؟ للأسف عم برجع عيد نفس الشيء، أنه نحن بحاجة لثقافة جنسية عند الأهل وعند الأولاد، يعني ما بيكفي أعمل ثقافة عند الأولاد. من هيك عطيتك مثل أنه عندي بنت عم يتحرش فيها جنسيا خيّة من فترة كبيرة، البنت كل الوقت بتمارس العادة السرية بطريقة منتظمة، يعني ما فيها توقف، كل النهار بتعمل عادة سرية، حديثها صار كتير جنسي، على كبر بتصير هي تنبش على الناس يلي معقول يردوا لها رغباتها الجنسية، ومن هيك بمحل بتنقلب الآية عليها، يعني بيصيروا يقولوا لها انه لو ما انت عملت شيء هو ما كان قرب عليك. بوقت انه حتى وقتها بيصير في اغتصاب بين اثنين قاصرين، اذا في فرق 5 سنين نحن بنعتبره فيول، لانه بهيدا الفرق قادر الاكبر يسيطر على الاصغر، وما شغله الاصغر هو يقدر يدافع عن حاله بهيدا التكه، واذا نحن ما نعطينه التوعيه اللازمه رح يضله هو الضحيه. بس اجمالا ان عايشين بمجتمع عندنا كثير تابو بالنسبه للاهل، دغري رح يعيشوها مثل بلاسيو نارسيسيك، انه هيدا الجرح النرجسي، انه انا ام مني منيحه، اما انا بي مني منيح، احلى ما اعيش هيدا الشعور، احيانا لاقول
ابني مهتم بحاله أو بنتي مهتمت بحاله. وهون عم انتبه انه شوي عم نحكي ماسكولان، عم نحكي فيمينا اكثر من ماسكولان، بس هي الضحيه فيها تكون بنت وفيها تكون صبي. يعني ما في شيء بيقول انه المعتدي بنقع على طول ضحيته بنت. في عندنا كثير شباب بيتعرضوا ل يمكن حالات اقل، الدراسات ما بتقول كثير هيدا الشيء عند الاولاد الصغار، خاصه الاولاد الحلوين الصبيان الحلوين، بنقول كثير لاهلهم انتبهوا عليهم لانه كمان في يكونوا عرضه للاعتداء اكثر من غيرهم. يمكن كمان اللي عم بيروج لهيدا الشيء اليوم بالطريقه اكيد الافيه نيجاتيف للفيسبوك، للصور اللي عم نشوفها للاولاد الصغار، يمكن اللي في المعتدى بيقعد ناطر هيدي الفرصه بيكتشفهم على واللي بيروج اكثر هو استعمال الصغار للفيسبوك وللانترنت بطريقه منا مراقبه، ومنعطيهم لأولاد هالقوتية بلا ما نفسر لهم شو العوارض الجانبية. ومن هيك التحرش هلأ بطل قصة انه انا دق بس بالشخص الثاني، هي دق بالانتيميتي تبع الشخص الثاني حتى فيرتوال ما من خلال الانترنت. بقى المجتمع ايه احيان له يحط اللوم عليها للضحية انه الحق عليك صار هيك، بوقت انه الضحية هي ضحية اسمها ضحية اكيد طبعا، بس انا اكيد قادرين يتجوزوا بعدين، ما في شيء بيمنعهم، يعني المجتمع فيه يمنعهم، بس للناس يلي بيتابعوا علاجاتهم من هن وصغار قادرين يوصلوا لحياه عاديه. طب بدي اسالك، في حال تعرض طفل او مراهق يعني للاعتداء الجنسي وما تمت معالجته نفسيا؟ للاسف رح يعيش حياه جحيم إذا بدك، حسب كمان كل شخص هو تركيبته النفسية كيف، بس أكيد رح يعاني كتير بحياته. وفي حالة تجوز في تأثير على عائلته على حياته الزوجية أو ما في تأثير على الحياة الجنسية؟ يعني إجمالا إذا الضحية عشتها بإحساس بالذنب إنه الحق علي وأنا ما دفعت عن حالي، فيها تصير نروح على محلين من ردة الفعل، يا تنغلق على حالها وترفض حيلا اتصال جنسي بينها وبين شخص تاني، يا اما تقول انه انا خلص صار جسمي مباح للكل. وهون منفوت شوي بحالات الدعارة، ما في شيء ثابت بيقول لي انه حيلا حدا نتعرض لاعتداء لوين رح يوصل، بس الثابت يلي بنقول له انه اكيد رح يكون عايش بحالة نفسية منا مريحة. طبعا اكيد كثير مهم اللي عم بتقوليه. اعزائي المشاهدين، رح نتوقف لدقائق مع استراحه صغيره وبنرجع منتابع سوا والباقي عليك. نرجع سوا لنتابع الحلقة المشوقة مع ضيوف عن جد مميزين من برنامج والباقي عليك. ماتر إلي، بدي أسألك، من الدعاوى المتقدمة المقدمة أكثر بيكون في عنا نسبة من القاصرات، فتيات قاصرات أو غير قاصرات؟ في دراسة أجرتها منظمة كفا عرفا واستغلال بالتعاون مع المجلس الأعلى للطفولة، بتبين أنه 16.1% من الأطفال اللي بتتراوح أعمارهم بين 8 و11 سنة بمختلف الأراضي اللبنانية تعرضوا لنوع واحد على الأقل من التحرش الجنسي. وفي دراسة كمان سابقة أجرتها وزارة العدل تستند إلى سجلات المحاكم والشكاوى المقدمة، كشفت عن الإبلاغ عن 3 حالات سوء معاملة أطفال أسبوعيا، وأن الاعتداءات الجنسية تشكل 58% من مجمل الانتهاكات بحق الأطفال، اللي هو رقم عالي. صحيح عالي. كذلك تبين الإحصاءات أن التعديات على الإناث تمثل 66% من المجموع، بينما تقتصر حصة الأطفال الذكور على 34%. وأبرز ما بينته دراسة وزارة العدل أنه مع الأسف أنه المعتدين 2% من المعتدين هن من النساء، بينما يستأثر الرجال بالحصة الأكبر اللي هي 98%. عن جد يعني مشكلة فعلا. وحضرتكم اللي عم بتقولوا ثبت اللي قلناه بأول الحلقة، صحيح، أنه جريمة عم بتولد جرائم تانية. يعني عن جد شيء كتير خطر مع الأسف بيستحق المعالجة. طب قانونيا هل المرأة عم بتقوم بتقديم دعوة اغتصاب يمكن تعرضت لها من زوجها أو من غير زوجها، أو بتحس أنه بعض المرأة لليوم بتخاف أنه تقدم دعاوى اعتداء أو اغتصاب خوفا على سمعتها شرفها عائلتها أولادها؟ في حال تقدمت، هل القانون عم يحمي هول النساء؟
هلا بالنسبة للمرأة المتزوجة اللي عم تتعرض لاغتصاب من زوجها، مع الأسف بتصطدم بالمادة 503 اللي قلناها بأول حلقة، اللي هي إنه من أكره غير زوجه على بالإكراه أو بالعنف على جمع، يعني بمعنى إنه غير زوجته أوكي مسمح له، بس زوجته بحق له يغتصبها. مع الأسف للمرأة المتزوجة مصطدمة بالقانون، ما بحق لها تقدم، يعني ما رح تروح تقدم على جوزها دعوة انه اغتصبني. انما للمرأة الغير متزوجة او للمتزوجة اللي تعرضوا لاغتصاب من غير اشخاص، نعم هون القانون بيحميهم في جريمة الاغتصاب اللي هي منصوص عنها بقانون العقوبات بالبند السابع بالجرائم المخلة بالاداب والاخلاق العامة بالمواد من 503 لل 521. نعم القانون بيوقف الى جانبها وبيحميها الى حد ما بالنسبه لموضوع الاغتصاب. انما بالنسبه للتحرش الجنسي، لا. مع الاسف بعدنا عم نعاني انه لم ينص عليه القانون. مع الاسف. مارتين بدي اسالك، في حال اهل عم يحضرونا عم بيتابعونا وعندهم طفل تعرض لحاله اغتصاب جنسي، نعم شو بتنصح تكون ردة فعل الأهل؟ هل يصمتوا يسكتوا عن هيدي الجريمة أو أنهم يحكوا؟ وفي حال حكوا، مين بتنصحيهم أول شخص يلجأوا له يخبروه عن شو صار مع ابنهم؟ أول شيء بدهم يحكوا مع ابنهم، أما مع بنتهم يلي هي الضحية، هيدا أول شيء بدهم يعملوه قبل ما يحكوا مع حدا. هي الولد يلي لازم نحن نكون حايطينه بالعائلة، بده يعرف الولد أنه أهله موجودين تيحموه، وإذا هالمرة ما قدروا يحموه لسبب لأنه غفلت عنهم الأمور، تاني مرة هن موجودين تيحموه رح يكملوا من هيدا النقطة لبعدين هن حمايته، لأنه يعني وقت اللي صار الاغتصاب ما قدروا يحموه، بدهم يفسروا إن هن عجزوا إنه عن هالحماية لمرة واحدة، بس نحن هون كأهل موجودين تنحميك، بدهم يشيلوا المسؤولية عن الولد، لأنه إذا واحدة من هود البوينتس اللي هلا عم نحكيهم ما عملوها الأهل، ما بقى في لزوم نحكي حيلا حدا، حتى لو كان الطفل بعمر كتير صغير 3-4 سنين مثلا، اكيد بده ينحكى معه، بده ينحكى معه. اذا كان هالقد صغير بده يرجع يفسروا له للولد شو يعني جسمه، شو يعني الانتيميتي، وين هن الاعضاء بالجسم يلي خاصين له ما في حدا يدق فيهم، ليه هن مهمين انه ما حدا يدق فيهم، شو هن الاعضاء يلي مباحه الكل يقدر يشوفها، شو هن الجاست يلي الشخص الثاني في يعمله معهم، شو هن التصرفات يلي الشخص الثاني ما في يعملها معهم. يعني هي هون وقت لحوار ولتنبيه للولد، لثقافة نعلمه إياها للولد يتعلم من الأغلاط يلي صارت معه. تاني شيء نفسر له أنه يلي صار هو منه هو مسؤول عنه، مسؤول عنه هو المعتدي عليه يلي هو عنده أشياء غلط. نفسر له أنه له حق يحكي، لأن إذا ضلوا بالصمت بكون عم قله شيء غلط، إذا قلت له ممنوع تخبر حدا، يعني اللي عملته أنا كتير عيب، عم برجع لفكرة عيب، وكل ما فوتنا كلمة العيب بقلب الإدوكاسيون اللي عم نعملها للولد، أما هالحوار اللي عم بعمله معه كل ما فوتته أكثر بحالة الذنب، وإذا فوتته بحالة الذنب وفوتته بحالة الخجل ما رح يقدر يظهر منه. بقى قبل ما أروح عند أخصائي بدي يكون أنا عارف أنه ابني منه مسؤول، بيكون هو عارف حاله انه منه مسؤول، منه عيب، هو بالعكس شيء مزعج صار معه وكل الناس رح تكون موجوده تساعده يعالجها. هلا مين نخبر؟ ما رح خبر كل الجيران وكل الناس، لازم يعرف انه في ناس انا قادره خبرهم حسب كمان الاهل كيف بيشوفوا المنظر، بس اكيد وقتها بنعرف انه في تحرش اما اعتداء. بالنسبه للتحرش اما اعتداء الاثنين لازم اتحرك، لازم يكون في اخصائيه علم نفس عم بتشوف الولد وعم بتتابعه، ولازم يكون كمان في بالمقابل حدا عم بيتابع الاهل تيقدر كمان يسيطر على التصرفات اللا اراديه ايام يلي الاهل بيقدروا يطلعوا منها، يقدر يساعدهم يطلعوا من التحجر يلي موجود عندهم من ترسبات من زمان جاي انه ما بنحكي عن الاشياء الجنسيه، ما بنتعاطى فيها لانه عيب، واول شغله لازم نشيل كلمه عيب. اكيد، واهم شيء مثل ما حضرتك قلتي انه لازم الولد يعرف انه هو الضحيه، هو منه مجرم. مزبوط. المجرم هو الشخص اللي اعتدى مش اللي اعتدي عليه.
للاسف، لانه اليوم بمجتمعاتنا انا كذا من وراء يعني كذا اوبسرفاسيون عم شوف انه المجتمع بيستقبل المغتصب وكانه هو الانسان اللي اذا بدك القوي اللي ما بخاف شيء، والولد هو اللي المجتمع عم ينظر له نظره خاصه اذا كان المعتدي هو صبي والضحيه هي بنت. يعني بمحل من المحلات انه هو شاب وبيقدر يعمل بده اياه، بس هي بنت كان لازم تصون كرامتها على طول. من قيسة بهيدا المنظار بمجتمعاتنا بتصير هي اكسكلو من المجتمع وهو المرحب فيه وين ما كان على اساس صوره البطل الموجهه له. طيب والمشكله كمان سوري والمشكله كمان انه عند الاهل عندهم الخوف انه يلجأوا للمعالجة النفسية مثل ما عنده الخوف يلجأوا للقضاء. مشكلة واحدة انه لا عيب نروح عند المعالجة النفسية، نحن ما صار شيء مع الولد بهالطريقة، ما بيكونوا عم يحموا ابنهم أبدا يعني عم يؤذوا أكتر. أكيد بهالمنظار أصلا وقتها بيجوا لعنا على العيادة أغلب الأهل بيجوا قايلين لأولادهم جايين عند أصحابنا هيدا رايحين عند مدام هي رفيقتي من نحن وبالمدرسه، بلشين الموضوع بالغلط. مزبوط. الاساس اول شيء بنقول للاهل ما فينا نبلش علاقه ثقه بكذب، يعني بنيوا العلاقه على كذب. ماتر الي بدي اسالك اذا كمان حدا من الاهل عم يسمعنا وحابب يتقدم بشكوى اغتصاب، شو الطرق اللي مفروض يقوم فيها؟ اول طرق يعملوا اخبار، يعني اذا ما بدهم مثل ما عم نقول انه اذا تحت ظل انه خايفين انه عيب وما حدا يعرف، في بيقدروا يعملوا اخبار للنيابه العامه بتتحرك بدون ما يعني يخبروا عن المعتدي بدون ما ينعلن مين الاسم، او بيتقدموا بشكوى مباشره قدام قاضي التحقيق او اللجوء الى الضابط العدليه المخفر القوى الامنيه المولجه بحمايتهم، بيتقدموا الى بشكوى ودغري القوى الامنيه بتتحرك مثل ما القضاء دغري بيتحرك. يعني هينة مش ما فيها تعقيدات هي هينة بالنسبة للدولة دغري بتتحرك، بس بالنسبة للأهل لازم تكون عندهم هينة انه يوثقوا انه بهذا الموضوع يلجأ هذا الشخص هو اللي اعتدى على ابنهم. هلا هون في فرق بين بالنسبة للاعتداء الجنسي اللي هو الاغتصاب، في فرق بينه وبين التحرش. مع الأسف بالتحرش مثلا إذا كان داخل مدرسة ما في عندهم إثبات أنه هذا الشخص، لا بالاغتصاب بيتم تعيين طبيب شرعي بيكشف على المعتدى عليه بيبين أثار بتبين الأمور، مش بهالصعوبة أنه يقدر ينكشف الاعتداء الجنسي تام. إنما التحرش الجنسي اللي هو صعب نبين الدليل، مشان هيك العالم بتقول خلص يا رب الستر الله يستر علينا، ما طالما ما حدا شاف خلينا مسكرين على الموضوع. بعد قديه بتموت القضيه في حال ما تشكوا؟ يعني مثلا اذا اهل هلا كانوا خايفين بالنسبه للاغتصاب هذه جنايه، مرور زمن 10 سنين جنايه. نعم. مارتين بدي اسالك شو النتائج اذا كثرت جرائم الاغتصاب بالمجتمع؟ شو ما اقول اكيد نتائج سلبيه، شو ابرزها رح يكون؟ كارثه. دجعنا بالنسبة لألي عم تزيد هيدا الجرائم الجنسية لأنه صارت مباحة وين ما كان. يعني نحنا يمكن بس عم نحكي أكتر عن اللمس بالاعتداءات، بس ما نحنا صار في عنا تحرش على الإنترنت، تحرش على الحياة الخاصة. وقت أنا بجبر ولد أنه يحضر فيلم منه لعمره، أما وقتها بخلي ولد يفرجيني جسمه لو ما دقيت فيه، هيدا كمان من التحرش يلي فينا نحكي عنهم. اذا بجبر ولد يشوفني انا بوضع منه سليم، يعني عم نحكي عن الاكزيبيشنيست، كمان هيدا شيء منه منيح. بقى الكارثه انه عم نزيد الشواذات الجنسيه اذا في احكي، واذا ما كان لها عقاب وما قبل العقاب اذا ما عملنا ادوكاسيون للاولاد رح يكون عنا عن جد مجتمع فاسد بعدين. خاصه انه هلا عم نوصل لمحل عم تنقلب القيم وعم تنقلب عم ينقلب عنا مفهوم الصح والغلط. يعني يلي كان صح من 10 سنين يمكن هلا بطل صح، ويلي كان غلط من 10 سنين بطلنا حتى ننتبه له انه غلط. ما عم نروح على محل على مجتمع ما بيشبه القيم يلي بمجتمعاتنا بنحب نعيش عليه، ولا بيشبه على شو تربينا، ولا بيشبه شو تربينا. يعني عم نصير بمجتمع ما بيشبهنا. يمكن هيدا الشيء رح ياثر سلبيا على الولد اللي رح يربى بهيك مجتمع ويحسه انه تطفي نورمال. عم يربى بمجتمع بالنسبه له بيئه صحيحه
بيئه صحيحه مبنيه على الغلط، ما يعرف يميز الصحه من الغلط حتى. مظبوط. لبعدين انا برايي الادوكاسيون والوا لازم يكونوا او ميم طون مع بعض. اكيد، ما هي للوا فون بارتي دو لا كولتور، يعني لازم يكونوا كمان اون باراليل مع الكولتور. والتحرش الجنسي بعدم تجريمه من قبل المشرع اللبناني عم بيؤدي لهذا الفلتين الاخلاقي. اكيد. متر إلي، فيك تعرفنا الماده 522 من قانون العقوبات؟ نعم، الماده تم الغائها. اي طبعا، وهذا انجاز يعني للمراه. انجاز، بس يمكن بتصدوا ناقص، ناقص لانه ابقى على المادتين 505 و518. نعم، الماده 522 اللي تم الغائها واخيرا حددت، هي اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الوارده في هذا الفصل وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقه، واذا كان صدر حكم بالقضيه علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه، يعاد الى الملاحقه او تنفيذ العقوبه قبل انقضاء 3 سنوات على الجنحه وانقضاء 5 سنوات على الجنايه اذا انتهى الزواج اما بطلاق المراه دون سبب مشروع او بالطلاق المحكوم به لمصلحه المعتدى عليها. يعني بمعنى اخر، مع الاسف الماده 500 ريكومبانس للمخطئ 100% مثل عاملين سوري كومبوستاسيون على المراه. كانت الماده 522 هي مثل مقايضه على الضحيه، انه اوكي تم الاعتداء عليك جنسيا، خلص يلا تجوزي وخلص وسكري على الموضوع، شو بيصير بعدين من جرائم، شو بيصير معك، خلص كتر خير الله. واخيرا اقتنع المشرع اللبناني انه هيدي الماده هي مش بمحل القانون. وبنتمنى انه على اللجان النيابيه بمجلس النواب انه يستمروا بدراسه المواد القانونيه المختصه بهذا القانون العقوبات فيما يتعلق بالاخلاق والاداب العامه وتجريم التحرش الجنسي، مع الغاء ايضا الماده 503 وتعديل الماده 505 و518. الماده 503 اللي هي بتتعلق انه اغتصاب الزوج لزوجته، زوجته. نعم. اعطاه الحق باغتصاب، اعطاه الحق. نعم، مع الاسف، مع الاسف. والمادتين 505 و518، 505 و518 هن بيتعلقوا بالعقوبات اللي بتتعلق بالنسبه للقاصر اذا كان عمره بين 12 سنه وال15 وبين ال15 فوق 18، هول جرمهم بجنايه. مع الاسف اعتبر انه اللي عمره بين ال15 وال18 سنه جنحه. اف، مع الاسف يعني اذا ارتكب جرم جنحه، يعني عقوبته سوري ماشي قدام الفعل اللي عم بيرتكبه، حتى هي الجنايه لازم ترفع، هي شو اشغال شاقه مؤقته و4 سنين و5 سنين حبس، لازم تكون مينيموم على الاقل 10 سنين، لانه جريمه الاغتصاب هي اشنع من جريمه القتل. القتل على الالي يعني على الاقل جريمه، ما فيها اهانه للكرامات 100%. القتل قتله بمحله، الضحيه ماتت، بينما هون الضحية بعدها عايشة وكل يوم عم بتموت، يوم بعد يوم عم بتعيش حياة مأساوية، عم بتنام على جريمة وعم توقع على جريمة. هلا نحن كمان ما بدنا يعني اكيد في لوم على القانون، بس انا بالنسبة لي اللوم الاكبر على المجتمع. أكيد. اللي ما عم بيعاقبه اجتماعيا. اكيد يعني أكيد. فرق ما يصير هو الانسان المهمش عم بهمش الضحية وعم يعمل المجرم بطل. صحيح. انا هيدي النقطه اللي اكثر شيء عم تزعجني، هي المجتمع عليه الملامه الاول والاخيره بالنتيجه. أكيد. انه اوكي المشرع انه وضع القوانين ما كان بيعرف بوقتها انه رح يوصل للمجتمع لهالدرجه، ما توخذين من الانحطاط الاخلاقي. صح. صرنا بمجتمع يعني صرنا منخاف ننزل اولادنا على الطريق يعني او يفوتوا على الدكان لانه ما بنعرف شو بيصير. بسهل امور الاغتصاب. صحيح. بعدم الردع سانكسيون. 100%. مارتين، شو اذا بدنا نقول الوقايه المويان دو بريكوسيون لنمنع جرائم الاغتصاب بالمجتمع؟ انا بالنسبه لي لازم نشتغل على دو نيفو. اول نيفو هن الاولاد، ثاني نيفو هي المراه. الاولاد عم بيصير هلا الرزمان انه بالمدارس بلشنا نوعى على هيدا الامور، يصير في توعيه جنسيه بالمدرسه. اجمالا بنعلم الولد عن اعضائه مثل ما قلت، شو زون انتيم، زون نون انتيم يلي بالجسم، يتعرفوا شو هي شخصيه المعتدي، يصيروا يعرفوا انه المعتدي اما هو شخص فيه يكون كثير حلو
ولابس بدلة وريحته حلوة وكتير مهضوم. وإجمالا لازم يعرفوا الأولاد إنه هن أكتر ناس منحبهم، معقول يكونوا هيك؟ لازم يتعودوا شو هي البرايفسي بالحياة، شو الأشياء اللي فيها حطها على الفيسبوك، شو الأشياء اللي ما فيها حطها، شو الأشياء اللي فيها خبرها للناس، شو الأشياء اللي ما فيها خبرها، شو المعلومات اللي لازم تبقالي لإله، شو المعلومات اللي ما فيها أعطيها للآخرين. يتعلموا شوي، يكون بيعرفوا على القليلة شو هي البيدار، شو يعني أحمي حالي، شو يعني. دجا أول غلطة بنعملها خاصة مع البنات أنه ما بنسمي لهم أعضاءهم، يعني حتى باللانجاج فاميلي، باللانجاج اللي كلنا بنستعمله التعبير العادي، في عطول كلمات حتى غنجة للغنج بنذكر فيها شو هي الأعضاء الذكر، بوقت أنه عند البنت ما عندها أعضاء. ممكن أول شيء تقدر تحمي حالها وما حدا يدق فيها بدها تعرف أنه عندها عضو، أكيد. هيدا أول ستيب من الحماية، وهيدا هيدا الإدوكاسيون لازم تصير من بتيت سيكسيون لا يكبروا أكثر. إذا بناخذ شوية دراسات الفرنسية ونشوف الكتب الفرنسية عن الانيسياسيون سيكسيوال، بعمر 3 سنين بيكونوا عم بيفسروا حتى شو هو الأكت. يمكن نحن بمجتمع شرقي ما رح أطلب هالقد من الأهل، بس فينا على طول نعمل أدابتاسيون للأشياء اللي عنا إياها أجنبية على مجتمع وعلى قيم شرقية ولبنانية. هيدا أول شيء. تاني شيء مع المرأة، إذا هي بعدها شايفة حالها ضحية، أنا بالنسبة لقلت التحرش هو مش بس وقتها بنعتدي عليها جنسياً، بس وقتها بنعتدي على أراءها، وقتها بنعتدي على تصرفاتها، على حياتها، على حريتها، وهي بتكون عم تقبل. يعني مرة بتقبل تكون خاضعة على جوزها بستيل لبسها، بشغلها، بالطبخة اللي بدها تطبخها، بالأصحاب اللي بدها تستقبلهم، بالأشياء العادية بحياتها. ما بستغرب يكون عندها يقدر جوزها يعتدي عليها جنسيا بعدين، أما حيلا شخص يعتدي عليها. بقى شيء هي ثقافة عند المرأة أنه هي شخص، الله خلقنا متساويين، ما في حدا أحسن من حدا، نحن اثنين منكمل بعضنا، ما في حدا طاغي على الثاني ولا حدا خاضع على الثاني، بمحل في يكون في كومبرومي بين الزوج والزوجة، أو بين البارتنير حتى ما عم بحكي كشريك. في هيدا الكومبليمنتاريتي، نحن منكمل بعضنا بس ما حدا بيخضع للتاني. نهار يلي المرة بتقبل انه هي شخص وقادرة تكفي حالها، بتخيل انه لازم يخف تعدى الجنس عليها أما التحرش الجنسي. كتير حلو، عن جد كتير حلو اللي قلتيه. مع الأسف انه المرأة بلبنان هي الحلقة الأضعف ببلد بحسب على النيات وبتحكم التقاليد مع الأسف. مزبوط، أكيد. يعني هيدا كله عم يظلم المرأة كمان. صحيح. ماتر إليه، شو الإجراءات القانونية المستقبلية اللي مفروض تصير للحد من مشكلة الاغتصاب الجنسي؟ أول شغلة على المشرع اللبناني بأسرع وقت ممكن يعدل أو يلغي المادة 503. يعني أكيد. يلغيها على الإطلاق، أنه ماش، لأنه الدستور اللبناني أقر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. مصبوط. إجا قانون العقوبات نصف هذا المبدأ كليا، إجا سمح له للرجل أنه يعتدي على زوجته. على مجلس النواب وعلى اللجان النيابية اللي عم تدرس القوانين تلغي المادة 503 أولا. ثانيا، من الخطوات كمان الأساسية لازم ينذكر يجرموا التحرش الجنسي. التحرش الجنسي هو اعتداء على السلامة الجسدية سواء للرجل، للمرأة، للطفل. لازم يجرموه ليصير في عقاب، لأنه نحن عنا بلبنان بالقانون لا جريمة ولا عقوبة بدون نص. مع الأسف ما في نص، دونك ما في، لو في عقوبة ما في عقوبة، ما في جريمة. لو في جريمة في عقوبة للأسف. يعني إذا بدنا نطلع بتوصيات واقتراحات، نحن شددنا أكثر شيء على التربية الجنسية الصحيحة عند الأولاد. مزبوط. شددنا على عدم الخوف من الحكي، لأنه طالما أنت إنسان ضحية إذا بدنا نقول، ما في لازم يكون خوف من الحكي، بالعكس المجرم لازم يخاف يحكي، بينما الضحية عادي فيها تحكي. فينا نحكي كمان كتوصيات على القانون اللبناني اللي منطالب بإلغاء المادة 503 وتعريف التحرش الجنسي بطريقة. صحيح. واضحة أكثر، وأخذه بعين الاعتبار لأنه كمان جريمة. تجريمه.
وتجريم ومساءلة ومعاقبة المجرم. وأكيد. بس أنا بدي أختم معك بسؤال، هو أكتر مش سؤال، توضيح. كنت قلت شيء وأنا بأيدك فيه وبأكد عليه، أنه اليوم الكتب عن عمر صغير، في كتير أمات سيرتو بتقول أنه أنا ابني ما بدي واعيه على أمور جسدية، تعريف أعضائه الجسدية عن عمر صغير، ما بدي فتح له عيونه. بس الشيء اللي بدنا نقوله أنه اليوم الإنترنت عم يفتح له عيونه بطريقة غلط، وثلاث أرباع الأولاد عم يعرفوا يستعملوا النوفو مويان دو كوميونيكاسيون. فهون دور الأهل ودور المدرسة أكيد رح يكون أضبط بكتير من دور المويان دو كوميونيكاسيون اللي عم تعطيه، عم تعرفوا على جسمه بطريقة يمكن شوي غلط. أكيد، لأنه أصلا الولد رح يتعرف عليهم، وإذا عم يتعرف عليهم من الشخص الصحيح. وأنا عطول بقول، عطول بتوصياتي للأهل بقول عطول الحديث الجنسي لازم يكون مع الأم والبي، أحلى من أنه يكون مع أخصائي من برا، لأنه الولد رح يكون عنده، رح يلاقي عنده الموديل الصح. يعني الصبي رح يلاقي الموديل ببيه، والبنت رح تلاقي الموديل بأمه. وإذا الأم أما البي بيلاقوا حالهم منهم مرتاحين يحكوا بالموضوع، ساعتها نحن منتوجه عند أخصائيين. بس الكتب هو شيء كتير مهم، لأنه عم يعطينا المعلومة الصح. بوقت أنه بالإنترنت في أوصل لمعلومات فيها كتير شوازات، فيها كتير سينما، يعني الولد بيلاقي حاله أمبيسان، ما بيقدر يوصل للي عم يشوفه بالفيلم يلي عم يحضره، رح يعتبر حاله هو أقل جنسيا، ورح يمكن هيدا الشيء رح يخليه يجرب مع حيالله حدا تيكتشف حاله أكتر. بيزول مجتمع شرقي بعدنا الحياة الجنسية بتصير للأسف أنوار. أكيد أكيد. مارتين أبو زيد المعالجة النفسية، بدي أقول لك مرسي كتير على كل المعلومات اللي عطيتينا إياها، وعن جد يعني سيتي تريز انتريسان، مرسي كتير لإلك. مرسي لدعوتك. وماتر إلي كمان بدي أتشكرك كتير على المعلومات، وبتمنى أن نرجع نشوف بعضنا واستقبلكم بحلقات جديدة، لأنه أكيد ساعدتوا وكنتوا طرف فعال بتوعية المشاهد على كيفية تصرفه إذا وقع حدا من أفراد عائلته بمشكلة من اللي سميناها، يعني مشكلة الاختصاب الجنسي. مرسي كتير لإلكم. أعزائي المشاهدين، يعني التوصيات بدت واضحة خلال الحلقة، هي أهم شيء عدم الخوف من الحكي، هي عدم تجريم الضحية وعدم تقليه ورسم صورة البطل للمجرم، هي أنه أكيد من الناحية القانونية تعديل القوانين، لأنه هذا كمان بتساعدنا. وأنا شخصياً اللي أكتر شيء بدنا نركز عليه نظرة المجتمع. بليز، اللي لازم يكون مهمش هو الإنسان المجرم، هو الإنسان اللي اختصب مش الإنسان المختصب. مرسي كتير لإلكن على الوقت اللي عطيتونا إياه، وإن شاء الله نكون عنصر فعال قدري وعيكن وقدري ساعدكن على تخطي إذا حدا من المشاهدين عم يقع بهيدي المشكلة أو بيعرف حدا واقع بهيدي المشكلة. شكرا لمتابعتكن وللوقت اللي عطيتونا إياه، وإن شاء الله منشوفكن بحلقة تانية.